الاثنين سيما ما في مشكله. اقول لك مالك هذا اليوم ايش الوضع عليه؟ تم اختبار زون 1 والان سيتم اختبار زون 2. بعد دقيقة سنطرق السولونويد. غير كل شيء، غير النظام هنا. تمديد ملعب الان ترى 300 يجيك مضبوط. اذا نوعيه جيده كويسه بعدين فوق الاداره حاسبها جيده. اي وخلاص نسوي تمديد الان للنهايه. هذا هذا اللي هنا الالف اللي فوق سبلاي في الف طايح هنا. شوف هذا هنا اه كويس قديم. وهذا اخذ مخروم الجدر واخذ من الفيش بالجوع من عند 110. اوه الفيش عايده حق بلاك كذا اخذ خط اليوم. خلاص وهذا بريكر حقه وجنبه الفوتوسيل.